اولا انا سعيد انني نكون في مكناس، سعيد دائما فينما كتكون مدينه مكناس اي ايفينمون كنكون سعيد، والسعاده ديالي اكبر هذه المره لان كنحضر كممثل القناة الثانية قسم خلية الدراما، كنجيو ندافعوا على الأعمال ديالنا اللي مقدمة هنا، وكنشوفوا النبض ديال الجمهور، وكنشوفوا آراء لجنة التحكيم في إطار واحد المنافسة شريفة بيننا وبين أفلام ديال قناة أمازيغية والقناة الأولى اللي هي ماشي مسابقة طبيعة الحال، لأن الرابح الأكبر هو الجمهور المغربي. كنتمناو أن تكون لا كاليتي، وكنتمناو لهذا المهرجان أنه يكبر، وخاص محمود يكون على يقين أن ما يمكنش لا القناة الأولى لا لاي سينيغتي لا قنوات أخرى سواء في المغرب ولا خارج المغرب ما تتبعش هذه النوعية ديال هذه المهرجانات اللي كتلقي الضوء على الأعمال الدرامية اللي كيشوفها الجمهور عبر الشاشة كتدخل عنده للدار، ولكن هنا كتشوفها لجنة التحكيم ويتم التكريم ديالها. كنشكر اللجنة المنظمة، كنشكر سي محمود بن الحسين اللي خرج لنا هذا المولود اللي غادي يكبر مهرجان تستاهلوا مدينة مكناس تستاهل محسن. كنتمنوا من المسؤولين انهم يزيدوا يدعموا هذا المهرجان هذا ويزيدوا به القدام، لان مهرجان يستحق. شكرا لكم. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.